السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. القوى السنية، موسم الحج إلى أنقرة، استنجاد بالجارة الشمالية ومؤشر يعكس حجم التفكك. طوفان الأقصى، الاحتلال يبحث عن أوراق وهمية لتغطية فضيحة خسارته المدوية. حياكم الله. المكان هو الجارة الشمالية للعراق، أما الموعد فهو على مسافة صفرية من الانتخابات المحلية. هكذا وصفت صالونات التحليل السياسي لقاء القيادات السنية بالرئاسة التركية، جملة من أسباب تثير الشبهات عن هذه الزيارة بمقاصدها والأسباب الخفية لانجماع هذه القيادات في رحلة واحدة رغم تباعدها في المواقف وحجم الهوى والشقاق بينها، إلا أن بطاقة الانجماع كما يبدو أنها صدرت، وما على هذه الجهات إلا تطبيق الأوامر الصادرة من أنقرة، خاصة مع الصفات التي ينماز بها وزير خارجيتها فيدان الذي أشرف على توسيع قنوات التواصل الخفية والأكثر حساسية، واللي نجح سابقا في مد جسور التواصل بين قطبين سنيين، وهو ما يسعى لتكرار هذا المشهد خاصة مع قرب استحقاق الخريف. أما في ملفنا الثاني لحصادنا في هذه الليلة وفي الرسائل الصادرة لدعم غزة المحاصرة، كان بيان مكتب المرجع الأعلى آية الله الإمام علي السيستاني دام ظله الوارف حول مجريات الأحداث هناك والوضع الإنساني المأساوي والمتفاقم سوءا، يمثل بوصلة للجهات المعنية وأصحاب القرار، وكذلك دعوة للعالم أجمع بأن يكون له موقف من ماكنة حصاد الأرواح الإسرائيلية اللي قتلت بوحشية شعب فلسطين، فضلا عن تأكيد المرجع الأعلى أن إنهاء المأساة المستمرة منذ عقود مرتبط بإزالة الاحتلال من الأراضي المغتصبة، وهو عنصر أساس لإحلال الأمن والسلام في المنطقة. هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا في هذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام. تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة، هذا الملف ورحب بضيوفي الأكارم الأستاذ وائل الركابي عضو المرصد الوطني للإعلام ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك الضيف الكريم في الأستوديو شرفنا الشيخ غازي العيثاوي السياسي المستقل، وكذلك ينضم معنا عبر سكايب السيد مهند الراوي الباحث في الشأن السياسي من أربيل. حياكم الله ضيوفا كرام. أستاذ وائل، أبدأ مع حضرتك، نتحدث عن في رحلة واحدة
أقطاب سنية متنافرة تلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذه الصورة كيف تقرأها من وجهة نظرك؟ هل هو وفد رسمي غير رسمي؟ كيف تم ائتلاف هذه الشخصيات وذهابهم بموعد واحد؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك أستاذ أحمد وضيفيك العزيزين ومشاهديكم الكرام. يعني حقيقة أولا هي ليست دعوة رسمية، يعني ولم يكن هناك أي معلومة تدلل على أنها دعوة رسمية، لا إلى رئيس مجلس النواب ولا إلى أي شخصية سياسية أخرى. وتعودنا أن نرى هكذا زيارات إلى الجارة تركيا ومقابلة السيد أردوغان قبل كل انتخابات أو في وجود كل أزمة سياسية، هذا ما تعودنا عليه دائما. لكن عندما تكون الزيارة في ظل أجواء لا يعني محلية ولا إقليمية ولا دولية تتحمل هكذا زيارة، خاصة وأن السيد أردوغان لربما لديه زيارة قريبة جدا إلى العراق، فما الداعي إلى الاستعجال لهذه المجاميع والوقوف أمام السيد أردوغان من قبل على الأقل رئيس مجلس النواب؟ يعني من الممكن أن أعذر من يتحمل صفة سياسية أخرى أو غير سياسية، لكن رئيس مجلس النواب بوجوده في زيارة غير رسمية وفي مرحلة قريبين إلى الانتخابات وفي وقت أعلن عن زيارة أردوغان إلى بغداد قريبا، إذن ما الداعي؟ ما هو السيناريو الذي ذهب به هذه المجاميع؟ ما هي الرغبة التي تجعل من هذه المجاميع يستقون قبل الانتخابات بطرف خارجي وهم الذين كانوا يؤشرون ويعيبون على أي طرف سياسي يحاول أن يتصل وليس يذهب زائرا، لا يتصل أو يحاول أن يتحدث بصبغة أخرى؟ اليوم يعني واضحة جدا الأمور أنه ثمة أطراف خارجية غير قابلة لللبس والغموض، داعمة لأطراف، يعني على الأقل هنا أتحدث عن الطرف الذي ذهب زائرا وكل هذه المجموعة داعمين له من قبل أردوغان لكي يستطيعوا أن يهيئوا موضوعة الانتخابات المقبلة لما لها من الحساسية الكبيرة، فضلا عن أنه وجود السيد رئيس البرلمان بهذا الوفد يعني بمعنى أنه لربما سيكون معطل إلى قضايا كثيرة في البرلمان العراقي. وواحدة من هذه الأمور الرئيس مجلس النواب كان قد تواجد في البرلمان عندما صوت على إخراج المحتل، فماذا كان يبحث هذا الوفد؟ هل يبحث الوجود التركي في كردستان العراق؟ هل يبحث عن غلق الماء وعدم إعطاء العراق نسبة الحقيقية من المياه؟ ما أدري، يعني أصبحت الأمور مكشوفة، وهو ليس حجا، أنا لا أعتبره حجا لأنه أسلوب فج، وبالتالي مفردة الحج على الأقل تبقى لدى الذهنية الإسلامية هي رؤية كبيرة جدا. نعم طيب، لما تحصر حضرتك الموضوع بكونه رحلة انتخابية وليست اقتصادية ولا خاصة بالمياه، أنقل هذا الموضوع للشيخ غسان العيثاوي، حياك الله الشيخ غسان. يعني خلنا نرجع بالتاريخ لعام 22، كان أكو تقاطع بين السيد الحلبوسي والسيد الخنجر بمجرد لقائهم كاهان فيدان رئيس المخابرات السابق لتركيا ووزير خارجيتها حاليا، عادوا لبغداد. ما أقول لك وجهان لعملة واحدة، بل هم بوجهة واحدة عادوا الاثنان، القيادات اللي ذهبت لأنقرة ورغم تباعدها السياسي، هل راح تعود إلى بغداد متحابة كما جرى في الأول؟ في البدء أستاذ أحمد شكرا لكم ولقناتكم الكريمة ولضيفيك الكريمين. يعني حقيقة ما نلاحظه يعني بهذه الأيام من زيارات وذهاب هنا وهناك، حقيقة نحن دائما نتكلم بكل وضوح، يعني لماذا يطلق عليه علامات استفهام وما شابه ذلك؟ الوضع السياسي العراقي المجمل للدولة العراقية حقيقة أطلق عليها بأن العمل الديمقراطي العراقي هو فتي لحد هذه اللحظة، كون العملية الديمقراطية العراقية مرت بأزمات ومرت بنكبات، وآخرها
كما يعرف الجميع هو سقوط 3 محافظات بيد داعش الإرهابي في تلك أبان تلك المرحلة. الإرهاب والقاعدة كان له اليد الطولة في الدولة العراقية، ويعني حصل مشاكل كبيرة حقيقة حتى نربط الأحداث. أما الآن حقيقة الوضع السياسي العام للبلد يسير بالاتجاه الصحيح، وهذا ما أراه من الاستقرار السياسي الذي خرج بعد حقيقة بعد مخاض عسير هي تشكيل الحكومة وتشكيل إدارة الدولة. أما نرجع إلى أصل السؤال وأصل الموضوع، ألا وهو ذهاب القيادات السنية أو ممثلي المكون السني بنسبة 90% إلى الجارة تركيا. بتقديري الصراع السياسي والتنافس والتناحر والتراشق هنا وهناك ما بين أغلب القيادات السنية المتصارعة حقيقة التي هي في العمل السياسي، والتي حقيقة لحدها والأطراف الأخرى التي ليس لديها تمثيل سياسي واضح المعالم في العمل السياسي، بتقديري أن تسوية الخلافات وردم الفوهة ما بين القيادات السنية الممثلة للمكون السني في الحكومة العراقية بتقديري هو تقارب وجهات النظر، هو للمصلحة العامة لمصلحة البلد، كون الاستقرار محافظة الأنبار والمحافظات الأخرى ينعكس إيجابا على سياسة الدولة وعلى البلد بشكل عام. أما الصراع والتنافس والإشكاليات السياسية في محافظة الأنبار والمحافظات الأخرى لابد أن ينعكس سلبا على الوضع العام للبلد. أما هذه الزيارة وتقارب وجهات النظر بتقديري الشخصي، الجميع يعرف ولا يخفى على القاصي والداني أن هنالك تدخلات يعني إيجابية أغلبها من الدول المجاورة حقيقة منذ عام يعني ما يقارب 3 سنوات وصاعدا. قبل هذه الفترة كانت تدخلات إقليمية حقيقة بتقديري كانت سلبية، لا تريد للعراق الاستقرار، لا تريد للعراق البناء. أما الآن بعد الجهود الكبيرة لدولة رئيس الوزراء وتقارب وجهات النظر، العراق بدأ ينفتح على الدول الجارة جميعا، وهذا بتقديره خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح، لأن العراق لا يمكن أن ينفصل عن عمقه الإقليمي بمختلف الدول المحيطة، وهذا أيضا يظهر جليا بأنه ستكون هنالك علاقات حسنة ما بين بعض القيادات السنية ومع الجارة سوريا ومع عفوا الجارة تركيا ومع جهات أخرى عربية، وهذا بتقديري لن يكون سلمة في العمل السياسي، وخاصة أنه لا يؤثر على سياسة الدولة العامة ولا يؤثر على سياسة سيادة الدولة ولا يؤثر على أمن واستقرار العراق، وخاصة أن العراق يمر بمرحلة حرجة ألا وهي يعني الأزمات المائية التي يمر بها البلد. لماذا لا نقول بأن هذا الوفد ذهب إلى الجارة سوريا قبيل قدوم رئيس تركيا إلى العراق، يمهد الأجواء لفتح قنوات جديدة، لفتح أبواب اقتصادية تخدم البلدين، وهذا يجب أن ينظر إليه من هذا الجانب، لا أن ينظر إلى الجانب السودوي أو التدخلات الإقليمية هنا وهناك. طيب في هذه الحالة، بينما أرحب بالسيد مهند الراوي الباحث في الشأن السياسي انضم معنا عبر سكايب من أربيل، حياك الله مجددا أستاذ مهند. نشوف الصورة يمكن أنها تبدو أشد غرابة من ناحية تحالف الحسم الوطني، الجبهة المناهضة للسيد الحلبوسي أمينها العام، أيضا في هذه الجولة اللي هي واضحة أنها تمت برعاية السيد الحلبوسي، نتحدث عن أقطاب بالمشهد السياسي يبدو أنها لديها الكثير من التقاطعات، ولكن هذا الذهاب هل سيوازي هذه التقاطعات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناة الأيام. بداية خلي قبل ما أتداخل في موضوع الزيارة لتركيا، أولا أبارك للأمة الإسلامية والعربية هذا الانتصار الذي قدمته المقاومة الإسلامية في غزة، ورحم الله الشهداء وشاف الله الجرحى. بسيد الكريم يعني اليوم خلينا نتكلم بشكل صريح، وأغلب أنا اطلعت على مداخلات الضيفين الكريمين
من الواضح أن الضيفين الكريمين عفوا الضيفين الكريمين أخذوا بشكل أو بآخر تحليلات حتى أتكلم عن الزيارة. سيدي الكريم، هذه الزيارة هو مؤتمر لحزب العدالة والتنمية العام، وقد دعيت إليه كل الأطراف السياسية السنية والشيعية والكردية. طيب. وقد مثل الكردية من حزب البارتي ووجود بعض الشخصيات من الأحزاب الإسلامية يعني الكردية. صحيح، لكن الدول ما راحت بهذا الحجم السياسي، يعني سيخ يروح تمام ممثل تمام ولكن تمام تجتمع تمام الأفداد وتروح ب يعني مركب واحد، هذا شيء هذا غريب هذا بصراحة. خليني بس حتى تفضل عفوا تفضل، أنا دا أتكلم بشكل مفصل ولدي معلومات من أحسنت جهات موثقة. نعم. حتى أنصف الكلام وأعطي كل ذي بالتأكيد حق. تفضل عفوا. فكل القيادات السنية والشيعية والكردية حضرت بتمثيل، لكن الثقل السني حضر بشكل كبير. ومن الواضح أن وجود رئيس البرلمان والسيد خميس الخنجر والسيد شنو يؤشر من وجهة نظرك والسيد مثنى السامر الرائد. نعم. هي بداية لمرحلة جديدة. خلينا نتكلم عن الصراع السني، هناك صراع محتدم في الشارع السني بدأ بشكل واضح على الساحة السياسية السنية، منها استخدام ورقة الاجتثاث، ومنها استخدام ورقة التسقيط، ومنها الحرب الغير معلنة من تحت الطاولة. من الواضح أن الحرب المعلنة، بس وياك أستاذ مهند، الحرب المعلنة من تحت الطاولة يعني هل هي المعترك الانتخابي مثل ما أشار السيد وائل بأنه هذه الزيارة انتخابية، وإن كان حزب العدالة والتنمية هو مؤتمرهم العام؟ لا 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 لا، هو بعد حتى بالمناسبة حتى اللقاء كان في نفس القاعة اللي كان فيها الاجتماع مؤتمر حزب العدالة والتنمية على هامش اللقاء، واللقاء كله طول ترى 15 دقيقة، يعني ربع ساعة طول كل اللقاء. لكن من الواضح أن القيادة التركية أرسلت رسائل ضمنياً من لغة الجسد. عندما تقرأ لغة جسد السيد رئيس مجلس النواب واضح عليه عدم الارتياح لهذه اللقاء، وحتى لو تجي تقرأ اليوم السيد رئيس مجلس النواب المحترم رايح لمقابلة السيد رئيس جمهورية تركيا السيد أردوغان، يعني بالتأكيد راح يلبس بشكل رسمي السيد. طيب. رئيس طيب. مجلس النواب هسه كلام يعني لطيف كلام لطيف أستاذ مهند، خلينا عكس الأستاذ وائل، يعني ما يتفضل به الأستاذ مهند الراوي أستاذ وائل، نتحدث إذا قارنا نفسنا مع باقي الدول، واحدة من الدول دزت نائبين اثنين، إذا هي دعوة بروتوكولية دزت نواب اثنين عنها. نتحدث عن لغة الجسد ولغة المكان اللي يتفضل به أستاذ مهند، من لغة الصورة نشوف القاعة غاب عنها العلم العراقي، جلوس رئيس البرلمان كان جانبا وليس بالتناظر. طيب هذه الزيارة وبهذا الحجم والتمثيل السني شلون نقراها؟ أحسنت، يعني هي هذه النقطة. يعني أنت أنا حقيقة طبعا الآراء تطرح جميعها محترمة، لكن أنا يعني لي وجهة نظر. يعني عندما يكون شخصيات سياسية استثني لي رئيس البرلمان لو رايحين وملتقين وبدون وجود علم وتحت عنوان المؤتمر العام لحزب العدالة، كان الأمر لربما على الرغم بهذا العدد الكبير اعتبره طبيعي وإن كان غير رسمي. يعني هي لم توجه دعوات، إنما ذهب من يريد أن يذهب، وإلا لو كانت موجهة دعوات لا. أنا أتصور أنه الأمر السني في هذا العدد هو تم بناء على اتفاق معين من قبل قادة معينة ومن قبل شخصين لربما على هذا التوافق وهذا الحضور. يعني لا أريد أن أدخل أيضا في لغة الجسد لأنه واضح جدا كيف كان السيد الحلبوسي، لكن وجود السيد الحلبوسي رئيس برلمان العراق الدولة العراقية هنا لا يجوز لأي شخصية يتبوأ أو يتصف بإدارة اتحادية لأحد المناصب الثلاث، جمهورية، رئاسة وزراء، رئيس برلمان، أن يذهب بهكذا زيارة بسيطة
وأن يجلس بهكذا زيارة بعيدة عن الوجود البروتوكولات. لا، من اللي حفزهم إذن للروحة؟ أنت يعني عندك علاقة رئيس برلمان ورئيس كتلة، يعني الحلبوسي والخنجر، هسه الأسماء نعم بالإعلام، هسه بعدين نحكي بالجفرة، ما يخالف يبقى يعني الخنجر رئيس كتلة محدودة أستاذ أحمد. لما يروحون هم حفزوا البقية للذهاب؟ نعم بالتأكيد، هم ذول الاثنين الشخصيات يعني هي التي تتحكم الآن بإدارة الموقف السني على الصعيد السياسي، والخلافات واضحة جدا على موضوعة الزعامة وعلى موضوعة نقل الزعامة السنية من صلاح الدين إلى الأنبار ووحدة الموقف الأنباري والقضية الأنبارية الآن، يعني تأشغل الكثير من التفكير ضمن العملية ضمن قادة الكتل السياسية السنية في المنطقة الغربية. شنو الاستفادة إذا تسمح لي أستاذ وائل أذهب للشيخ غسان، شنو الاستفادة يعني توقيت الزيارة؟ هل كان طبيعي لو أكو بي فد عناية؟ كل الأنظار مصوبة نحو أحداث فلسطين، منا مؤتمر يختص بالعدالة والتنمية، حضور كبير لهذه الشخصيات اللي تحدثنا زين، نريد نربط يعني هذه الزيارة بين أعضائها اللي يمثلوا الوفد العراقي، إذا كان هو الوفد العراقي رسمي رئيس برلمان. أنا أصر على أنه مو رسمي. مو رسمي. طيب شيخ غسان، رئيس برلمان، وزير دفاع، رؤساء كتل، شنو هدف الزيارة اللي يجمع هذه الشخصيات وهي بمواقع غير متجانسة؟ يعني أستاذ، يعني حقيقة هي الزيارة قبل حدوث هذه الأحداث في فلسطين، حقيقة للأمانة الزيارة كان مرتب لها مسبقا، يعني الجمع بهذا الشكل والجمع بهكذا شخصيات حقيقة هي لم تذهب بوفد رسمي يمثل السيادة العراقية حتى تكون عليه علامة استفهام أو خروج عن البروتوكول العام للدولة العراقية وحتى الجارة سوريا، وأنا لا عفوا تركيا، أنا لا أريد أن أدافع، ولكن كما قلنا سابقا ونقولها بأن البيت السني يوجد هنالك صراعات واضحة المعالم، صراعات محتدمة بدأت مبكرا في محافظة الأنبار ما بين الجهات السياسية أو الكتل السياسية التي كانت لديها سلطة سابقا وما بين الجهات الموجودة حاليا. من المستحيل أن تترك مثل هكذا خلافات تسير باتجاه واحد، لابد أن تكون هنالك تقاربات في وجهات النظر، تقاربات على الأقل تهذيب الصراع لا يصل إلى مرحلة يعني التراشق الكبير، وإنما يبقى الصراع هو صراع تنافسي، يبقى الصراع هو صراع جمهوري، يبقى الصراع هو صراع من الشارع يحدد. حضرتك سياسي مستقل، التقارب هذا اللي من المؤمل أن يحدث حسب قراءة كل الضيوف، هل راح ترحب بهذا التقارب السني؟ يعني حقيقة يعني التقارب السني ما بين الجهات المتنازعة بتقديري يعني خطوة بالاتجاه الصحيح، لأن الصراعات السياسية حقيقة دفعنا بها ثمنا باهظا على مستوى محافظة الأنبار وعلى مستوى العراق بشكل عام. ليش ما كانت هذه التقاربات داخلية؟ ليش خارجية صارت؟ أستاذ أحمد، الصراعات السياسية لا تجلب لدينا إلا الخراب والدمار، حتى وإن بدأت بالله في محافظة. طيب ليش تروح خارجية؟ هذه تهدئة، ليش تكون خارجية؟ ليش ما تكون هذه تصفية داخلية؟ سؤال وجيه وواضح حقيقة. القيادات السنية، وأنا مسؤول على الكلام ورؤيتي الشخصية، تملك علاقات قوية مع تركيا ومع دول إقليمية واضحة المعالم، وهذا لا يخفى على الجميع أن لديهم علاقات قوية وارتباطات يعني واضحة المعالم، لذا نلاحظ أن التأثير ظهر جليا بهذا الاجتماع وبهذا التقارب، وإن حصل عليه علامة استفهام، ولكن بتقديري الشخصي سيقلل أو سيهذب الصراع الإعلامي ما بين الجهات المتنافسة على مستوى محافظة الأنبار وعلى حتى مستوى محافظة صلاح الدين والموصل. طيب، والمحافظات. طيب الأخرى أستاذ مهند، ولو ظلمت الدنيا يمك، ما أعرف هسه الكهرباء ما أدري تطفى في كردستان؟ لا والله الكهرباء يعني هم كهرباء انطفت عندنا. طيب فانتظر خليه تجي الكهرباء. احنا حاذيكم من كردستان، هسه خلينا نسمع صوتك على الاقل مو حتى اكون عادل بتوزيع الوقت. دقائق تفضل. لا صوتك واضح ان شاء الله يمنى. هاي الزياره استاذ مهند
يعني هي طلب من القيادات السنية بأن يروحون ممثلين عن الكتل السنية في هذا المؤتمر، لو هي دعوة من تركيا اللي تريد البيت السني موحد في العراق. عفوا ممكن تعيد السؤال؟ نعم. ما كان واضح. هذه الزيارة هل هي طلب من 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 الضيوف اللي راحوا وشاركوا بهذا المؤتمر، لو هي طلب من تركيا اللي حتى تكون هذه الزيارة توحيد للبيت السني في تركيا؟ نعم نعم نعم، لا لا، من الواضح أن الدعوة كانت للجانب للطرف السني مكثف، والدليل على ذلك أرسلت إلى كل القيادات السنية التي لها تمثيل داخل البرلمان، السيد رئيس مجلس النواب، السيد خديجة الخنجر، السيد ثابت العباسي، السيد مثنى السامرائي يمثل العزم، طبعا بعض القيادات مثل أرسلت السيد فالح الفياض يمثل طبعا أمانة يمثل الحكومة وليس يمثل الطرف الشيعي، البارتشي، هناك بعض الشخصيات السياسية. طيب يعني وزير الدفاع أيضا يمثل الحكومة، يمثل صفة الوزارية، رئيس البرلمان يمثل صفة الوزارية، هيئة الحشد الشعبي البرلمانية. يعني ما أتكلم إنه، لكن هو كان هو الوحيد من الأخوة الطائفة الشيعية يمثلها السيد فالح الفياض. خليني أرجع على بعض ولا ربما يكون بصفة الحزبية كرئيس حزب. إيه كرئيس حزب، صحيح أحسن. الرئيس السيد فالح الفياض هم أيضا لديه ممثلين داخل البرلمان ورئيس حزب وممثل داخل لديه تمثيل داخل الحكومة العراقية. اللي أقصده أنا اليوم سيدي الكريم أنه على مداخلة بعض الإخوة، نعم، وخصوصا زميلي وأخي الشيخ غسان، لا يعني أنا اليوم من وجهة نظري كانت لماذا إحنا نعيب على الطرف الشيعي؟ احنا اليوم خلينا نتكلم بشكل صحيح، اليوم احنا نشوف بعض الاخوه من السياسيين الشيعة يذهبون الى ايران تبني كيل الاتهام، مو وهذا مو استاذ مهند، احنا لو نسميهم سياسيين بصفتهم الحزبيه، لو نرجع للصفه الوظيفيه، يعني ماكو هيك وفد خليط نيابي وتنفيذي وحزبي وهويته، وين هذا الوفد؟ أحسنت، بس أرجوك حتى لا تقاطعني، خليني أكمل الفكرة. اليوم إحنا اليوم من نعيب على السياسيين الشيعة يذهبون إلى إيران ونتهمهم أشد نتهم، ليش هاي إحنا ما نتهم قادتنا القيادات السنية؟ إذا اليوم مثل ما تطلب من القيادات السنية تجلس على طاولة واحدة وترعاها تركيا، إذا لا بأس الطرف الشيعي من تصير الخلاف، من صار الخلاف بين الإطار والتيار، شنو المشكلة إنه يقعدون سوا في طهران ويسوون اللي شو اسمه؟ إذا من تبيح الطرف لازم تبيح لطرف ثاني، من طيب. تعيب على الطرف لا تنهى عن خلق أنت تعمل لا تنهى عن خلق أستاذ وائل وتأتي بمثله. أستاذ مهند، من تهم الطرف الشيعي بأنه يذهب إلى إيران ويعقد اجتماعات؟ وإنما كان الهدف الأسمى لتقارب وجهات النظر ما بين الكتل الممثلة للأخوة الشيعة، هي كلنا دعينا بتقارب وجهات النظر وحلحلة الأزمة، نعم، سلميا، وعدم بدخول بصراع يؤدي إلى الانهيار الكبير للوضع الأمني. طيب. هذا بتقديري كلام طيب. غير صحيح من جنابك، وإنما نحن مع تقارب وجهات النظر ومع تأثير الدول الجوار الواضحة على العراق إيجابا، لا ضير في ذلك في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم. طيب، والكلام أيضا في يعني دقيقة الأستاذ وائل، إذا أسمح لي أستاذ مهند حتى أختم الملف، إذا أسمح لي هذا الوقت من حق أستاذ وائل، حضرتك طرحت طرح يجب أن يجيب، يعني لما إذا أسمح لي أستاذ مهند، أستاذ وائل، التحالف السيادة نال السيادة في تركيا، الإطار الشيعي راح لإيران وشكل؟ لا ابدا، لذلك يعني انا قبل الاجابه فقط بربع دقيقه، نعم تفضل دقيقه، يعني لا احد يقبل بان تكون هناك خلافات سياسيه بكل المكونات، لا سنيه سنيه ولا كرديه كرديه، صح، ولا شيعيه شيعيه، فبالتالي نحن نبحث عن الحلول التي تنبع وتصدر
من الداخل الوطني، ما الداعي على أن أذهب إلى أتحرك إلى الخارج العراقي؟ يعني اليوم الأمر جدا مو مريح حقيقة. على الأقل هناك أطراف سنية، أنا اليوم تحدثت معهم واتصلت معهم وتربطني بهم علاقات، سواء على صعيد مجلس النيابي برلمانيين أو طبقة سنية مثقفة سياسية، رفضوا هذه الزيارة بعنوانها الذي يوحي بأنه وجود إملاءات تركية واضحة جدا على الطرف السني المجتمع في إسطنبول مع السيد أردوغان نحو المرحلة القادمة. المرحلة القادمة كثير من القضايا تربطنا اليوم العراق مع أتراك مع التركية، لدينا مشاكل كثيرة. ما الذي سيقفه هذا العنوان السياسي وهذا الحضور السياسي لصالح العراق إذا ما كانت تركيا لها رأي وموقف آخر؟ لذلك هذه رحم الله امرئ يقال جب الغيبة عن نفسه. نعم هسه بعد أن ما يسعفنا الوقت لتعليقات كثيرة، يعني ونتذكر الموقف التركي بقصف العراق ونروح نلتئم في تركيا. يعني أشكرك شكرا جزيلا أستاذ وائل الركابي، عضو المرصد الوطني العراقي للإعلام، شكرا جزيلا انضمامك معنا في الاستوديو، والشكر موفور لحضرتك الشيخ غسان العيثاوي السياسي المستقل، شرفتنا ضيفا كريما في الاستوديو، وجزيل الشكر والامتنان لجنابك الأستاذ مهند الراوي الباحث في الشأن السياسي، حدثتنا عبر سكايب من أربيل. شكرا لكم ضيوفا كرام، نتواصل وإياكم بعد الفاصل نتابع. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وبهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ سرمد البياتي الخبير الأمني، حياك الله أستاذ سرمد ضيفا كريما، وكذلك عبر سكايب الدكتور أحمد اليمني الباحث في الشؤون الدولية والأقليمية ينضم معنا من مصر. القصف العشوائي أستاذ سرمد اللي يطال غزة في يوم الخامس، هل تريد تل أبيب حرف الأنظار عن خسارتها المدوية ومواجهة أزمتها الأمنية الحقيقية اللي هي توغل المقاومة في الداخل الإسرائيلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم وللضيف العزيز.
حياة. لا هو هذا شيء متوقع يعني، وأكيد من قام بالعملية التعبوية البطولية السوقية اللي أنا أرى بأنه تدرس هذه في 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 أكبر المعاهد والكليات والجامعات العسكرية ممكن أن نستفاد منها يعني، من المتوقع أنه من خطط لذلك أيضا يعلم أن هنالك أمام عدو يمتلك قوة مميتة، وعدو دائما حروبة تتسم يعني ما أرد أقول بالوساخة، لكنه هذا طبعه يعني. إحنا نعرف من التاريخ، من تاريخ هذا الكيان نعرف بأنه هو يستخدم ضرب المدنيين والمجازر على المدنيين، هذا أسلوبه معروف يعني. ينم عن جبن، لماذا جبن؟ ما أريد أتكلم بفت كلام إنشائي، لكن أنا قلتها وأعيدها، هم شباب دخلوا عليكم في بنادق، ببنادق ورشاشات وقاذفات وطائرات بسيطة جدا، طائرات شراعية، سقطوا معسكراتكم، سقطوا مستوطناتكم اللي استحوذتوا عليها، ممكن أن تقاومون بنفس الأسلوب. هنا تكمن الشجاعة في المعارك أستاذ أحمد. نعم. لكن اليوم عندما تدخل على العدو بهذا الأسلوب ليرد عليك بأسلوب قصف ثقيل وتمهيده على منه؟ على أطفال ونساء؟ لا، أنت ما موجودين من عندك أصلاً. اليوم للعلم المقاومة استبدلت المقاتلين الموجودين بالعمق عندك، يعني بيشتغلون براحتهم يعني كتائب القسام أو حماس أو غيره بيشتغلون براحتهم. طيب أنت هم دول مقاتلين أمامك، هم اللي أذلوك، قاتلهم قاتلهم، ليش تذهب إلى قصف منازل هي أصلا منازل فقراء؟ وهي غزة فقيرة للعلم يعني، هي غزة يعني قطاع غزة قطاع فقير، ناس محاصرين منذ زمن طويل. لذلك يسألوني يقول لي كيف يتحملون هذا القصف؟ يا أخي مهم محتسبين أمرهم كشهداء إلى الله يعني. بالمناسبة لذلك يشوف معنويات نسائهم من يستشهد زوجها أو ابنها أو يعني طبيعي جدا يعني، تعرف بي أنه رايح شهيد، وهي الشهادة الحقيقية اللي ما بيها مجال للفتاوي. هنالك فتاوي فلان يروح شهيد، لا هذا مو شهيد، لا هاي شهادة حقيقية، هاي شهادة حقيقية. أنت أمام كيان صهيوني غاصب. اليهود من زمن يعني من أزمان الماضية هم معروفين بالغدر ومعروفين بهذا الموضوع، لكن يعني كنت أتمنى أني أن تكون الحرب مواجهة، مو الحرب انهزام بهالأسلوب هذا، ويقصف من بعد 40 كيلومتر أو 30 كيلومتر ويقصف الأبراج ويقصف المناطق. لكن أنا أقول لك أستاذ أحمد، نعم، هذه الحرب ستسمع بها مفاجآت أخرى، مفاجآت يعني ربما يعني تعرف هاي عملنا وإحنا نتابع هذا الموضوع ونحاول أن نصل إلى المعلومة. أنا أقول لك لحد الآن هذه المعارك حبلى بالمفاجآت. نعم. طيب هذه المفاجآت يعني من أهم هذه المفاجآت، بعد ترحب بحضرتك الدكتور أحمد اليمني، إسرائيل لما يتم استهدافها، بالمقابل تستهدف إسرائيل قاعدة الشعبية لحركة حماس وتوغل في معاناة قطاع غزة لإشغال السكان هناك بحاجاتهم ومعاناتهم الناتجة من القصف الوحشي، بالإضافة إلى الحالة المعيشية الصعبة اللي أشار لها السيد البياتي. بالتالي نتحدث هنا عن سحب التأييد، كيف تنظر إلى هذه الجزئيات؟ أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. اسمي محمد اليمني وليس أحمد، وتحياتي أيضا لضيفك خير الأسماء. هذا أولا. ثانيا أستاذي الكريم، كما نعلم إسرائيل في هذا التوقيت تريد أن ترسل رسائل مهمة في الداخل الإسرائيلي بأن نسيطر على الأجواء، نسيطر على قطاع غزة، هذا الحصار، قطع المياه، قطع الكهرباء، قطع الغاز، قتل المدنيين، قتل الرجال، قتل النساء وكذلك الأطفال. ولكن هذه ليس فوز من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لأن هذا كان متوقعا، لأن الصدام وبعض السيناريوهات المتوقعة في هذا أيضا التوقيت ناهيك عن سيناريو البرية أو اجتياح البرية. إن حدث ذلك
وأنا أتمنى أن يحدث هذا السيناريو، لأن متوقع هزيمة الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثانية، وسوف يعني يمنى مربع بهزائم كثيرة جدا في هذا الاجتياح البرية. ولكن أنا أرى بأن الجيش الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي يفكر ألف مرة في هذا التوقيت. هذا من جانب. من جانب آخر أشاهد مجازر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أشاهد صمت كامل للعالم، أشاهد صمت من قبل الدول العربية، لا أحد يتحرك من قبل الدول العربية. غزة الآن تؤن، غزة الآن تحتاج إلى المساعدات الإنسانية، غزة تحتاج إلى المساعدات الغذائية، غزة تحتاج إلى جميع أشكال المساعدات في هذا التوقيت. لابد من تحرك عربي إقليمي حتى ينقذ غزة وينقذ الشعب الفلسطيني في هذا التوقيت. هذه أيضا جزئية. ناهيك عن هذه العملية النوعية الاستباقية التي تكلمنا عنها كثيرا، والمراقبين والمحللين السياسيين تكلموا واستفاضوا بهذه العملية من أهداف ورغبات وتخطيط وتنفيذ وما شابه ذلك. ولكن أنا أرى بأن المقاومة سوف تستمر في هذه العملية. وأقول لك على بعض النقاط المهمة، يعني الساعات القليلة الماضية أستاذي الكريم دق ساعة الإنذار في بعض المدن الإسرائيلية، ولكن هذا إن دل يدل على أن يوجد هلاوس ويوجد هاجس ويوجد تخوف شديد جدا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويكتشف أن لا يوجد أي ضربات من قبل المقاومة. هذه نقطة. النقطة الأخرى، حدث بعض الاشتباكات مع بعض الجنود الإسرائيليين مع بعضهم البعض، وتم أيضا طرح بعض الجنود على الأرض وما شابه ذلك. هذا إن دل يدل على نقطة مهمة أستاذي الكريم. لك أن تتخيل يعني بنيامين نتنياهو يقول بأن هذا الجيش جيش قوي، وأن هذا الجيش قادر على إحكام السيطرة وقادر على يعني مواجهة أي عدو، مواجهة حزب الله اللبناني وأيضا إيران وما شابه ذلك، وهو يعني يخاف من بعض الإنذار ومن بعض الأمور الاستراتيجية أو الأمور العسكرية في هذا التوقيت. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى التي لابد أن أتكلم عنها وأنوه عنها في هذا التوقيت، الاحتلال الإسرائيلي أستاذي الكريم الآن يضع سيناريوهات كثيرة ويضع خطط كثيرة جدا وأهداف كثيرة. تم تطبيق بعض الأهداف في هذا السياق، هي محاصرة قطاع غزة وقتل المدنيين وما شابه ذلك، تم ذكرها في بداية المداخلة. طيب. هذه أيضا نقطة. أما طيب إذا خلينا نتوقف عند هذه النقطة المهمة اللي تفضلت بها، حتى ما دام بها لمسة أمنية دكتور محمد إذا اسمح لي. نعم أستاذ سيدي. سرمد يتفضل الدكتور محمد بهذه النقطة المهمة. طيب ليش يتغاضى المجتمع الدولي عن هذه الجرائم الدموية اللي تقترفها تل أبيب؟ ذات المجتمع إلى صوت عالي في قضايا إنسانية، لكن في بقع جغرافية أخرى لماذا التجاهل والتمايز؟ يعني في غزة هنالك طبعا ضعف سياسي. ضعف سياسي مين يأتي يا أستاذ أحمد؟ أولا إحنا المفروض أمة المليار مسلم، المفروض لو نظر المجتمع الدولي إلى وقفة عربية جادة من كل الدول مع بس الموقف بالعراق كبيرة، عدا هواية دول يعني كان لها يعني موقف كبير. اليوم آخر كانت دعوة السيد السيستاني أيضا أستاذ. هذه الدعوة يعني دعوة عظيمة جدا، وأنا أقول ربما هي فتوى مبطنة قد تتحول إلى فتوى معلنة إذا استمر هذا الوضع. لكن شوف كل معركة تحدث بها أخطاء أستاذ أحمد، يعني أكو أخطاء وهذا متعارف عليه، لكن العالم ما يقدر بأنه هؤلاء المقاتلين هذه أراضيهم، أراضي الغلاف هذه أراضيهم يا عزيزي، هذه أخذت منهم بالقوة. أنت يعني تخيل بيتك ويأخذ منك وأمامك ناس ساكنين بدون وجه حق، فلذلك المقاتلين لهم الحق في الانتقام بشكل معروف يعني، ومثل ما شاهدناه احنا بالأوضاع. لكن أنا أقول لك يعني أنت سألت على السيناريو أعتقد بالبداية. نعم. يعني الآن الكيان الصهيوني أعتقد يفكر بفتح ممرات داخل غزة من أجل السماح بمرور دباباته وعجلاته القتالية. هذا الموضوع طبعا صار بي نوع من التلكؤ. لماذا؟ لأنه تصريحات نتنياهو وزير الدفاع أيضا
حكومة الكيان، ذكر بأنه خلال من يوم أمس أنه خلال الساعات القادمة راح نبدأ اجتياح، لكن شوف التباطؤ في هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه أنا أتوقع بأنه ربما يكون الاجتياح مقبرة لهم داخل أراضي غزة. لا تتوقع أبدا من يخطط لمثل هذه العملية لا يخطط للمراحل، ما هي الخطوات المعركة. تصعيد أمني كبير أستاذ سرمد، يعني نعم. أكو احتمالات ممكن أن يصل هذا التصعيد الأمني بأكبر من هذا المستوى، يعني تأكيد العديد من الدول دعمها لإسرائيل، وهنا نتحدث عن فرنسا وأمريكا وغيرها. المعارك صفحات، مهما يكون مهما تكون المعركة شديدة من الجو، لكن الواقع يفرض نفسه على الأرض أستاذ أحمد. مهما تقوم أنت في قصف، أبقى أقصف بالمنطقة، مهما يكون إذا ما يصير هجوم بري ما راح تسيطر أنت على الأرض. لكن هذا أنا أملي كبير بأنه الهجوم البري سيوقع خسائر كبيرة جدا في العهد الصهيوني. إضافة إلى ذلك ممكن أن تتوسع ساحات المعركة، ممكن أن تتوسع، ممكن أن تشمل جهات أخرى، ممكن أن تصير أهداف أخرى، لحد أن أمريكا فقط تزود السلاح الإسرائيلي. وطبعا والله هذا قمة الخزي والعار يعني في هذا الموضوع. يعني أنتوا تتفاخرون بالـ F-35 و F-16 و F-15 وغيرها والمركابة وغيرها، ورأسا طلبتوا عتاد، وهذه وذول المساكين دي قاتلوكم ببنادق ورشاشات، زين سلاح بسيط موجود بأي بيت، وأنتوا دي تطلبون على منو؟ زين صواريخ هزتكم هز صواريخ، أنتوا تصنعون الباتريوت بمليار دولار، المنظومة مليار دولار المنظومة الباتريوت، زين هم غزوكم بصواريخ سهلة وبسيطة وهزت إسرائيل في كل مكان. خلي يعترفون بأنه هذا الكيان، يعني ما أريد أتكلم سياسيا، لكن خلي يعترفون ويعرفون أنه الداخل الإسرائيلي انهز من الداخل. خلي يعرفون كلهم أنه هم ليسوا في أمان، ليسوا في أمان. أعطوا حقوق العالم، لأن هؤلاء سيبقون على طريق الاستشهاد بصورة مستمرة. إذن هذا الإصرار يقابله أيضا هنالك توغل في العداء من قبل إسرائيل. دكتور محمد تحدث عن بيان السيد السيستاني عندما ربط إحلال السلام والأمن في المنطقة بإزالة الكيان. هذا البيان هل أغلق هذه النقطة وما تدنو له بعض الدول بأن السلام مرتبط بالمصالحة بين فلسطين وإسرائيل؟ أستاذي الكريم، من رابع المستحيلات أن يتم مصالحة أو يتم سلام بين الإسرائيليين وكذلك الفلسطينيين. إسرائيل لن تعرف شيئا عن السلام. إسرائيل تعرف كل شيء له علاقة بالمجازر وبالقتل، وخاصة بنيامين نتنياهو، يعني اليميني المتطرف المتشدد الذي يمتلك الكراهية، يمتلك الغضب، يمتلك كل شيء له علاقة بالكرة للعرب وللفلسطينيين وللمسجد الأقصى وللمسلمين وما شابه ذلك. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى، أنا أرى في هذا التوقيت العين بالعين والسن بالسن في هذه النقطة، بمعنى أصح لابد أن العرب يستغلوا هذه الفرصة التي تمت من قبل المقاومة، وفي هذه العملية عملية طوفان الأقصى أستاذي الكريم، كفانا خذلان، كفانا توقف عن المساعدات للمقاومة، كفانا تخبط، لابد من توحيد الصفوف، كفانا أيضا كلاما رنانا وتصريحات رنانة تلتمس أو تلمس المشاعر وما شابه ذلك، وهي بعيدة تماما عن الواقع. هذه أيضا جزئية، ناهيك عن الدول التي طبعت مع الكيان الإسرائيلي. وأنا أرى في هذا التوقيت أن يوجد انهيار في الاقتصاد الإسرائيلي على كافة المستويات. ما دليلك على ذلك؟ نعم. أول دليل أستاذي الكريم بأن هذه العملية عملية طوفان الأقصى، نعم، يعني بدأت أن الاحتلال الإسرائيلي يكون له رغبة قوية في دفع ميزانية جديدة إلى الأمور العسكرية والدفاعية. وهذا إن دل يدل على تقليل الأمور الزراعية والصناعية وما شابه ذلك في الداخل أيضا الإسرائيلي. هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى أستاذي الكريم، الآن ليس يوجد ثقة
لدى المستثمرين الأجانب وخاصة اليهود وخاصة أيضا الشعب الإسرائيلي، ليس لديهم الآن أي ثقة ببنيامين نتنياهو ولا بالجيش ولا حتى المستوطنين من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كل هذا التخبط وكل هذه الأمور تدل على أن إسرائيل في هذا التوقيت لا تسير بشكل صحيح، هي تريد وكأن أشاهد التقاط أنفسها الأخيرة، مع أن إسرائيل أقوى بكثير. بمعنى أستاذي أنا أتكلم كلاما استراتيجيا سياسيا، لا ليس مع إسرائيل، ولكن أتكلم هنا بأن دكتور محمد بخصوص العسكرية أو القوة العسكرية هي كفة إسرائيل ترجح، ولكن الأمور العقائدية لدى المقاومة أكبر بكثير. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد. لدى المقاومة أخيرا أستاذي الكريم نقطة، لا أسمح لي أن أقاطع حضرتك يعني نعم. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور محمد اليمني، أثريت الحوار والنقاط العديدة التي تفضلت بها مهمة جدا، الباحث في الشؤون الدولية والأقليمية، حدثتنا عبر سكاب من مصر. الشكر الموفور لحضرتك الأستاذ سرمد البياتي الخبير الأمني، شكرا جزيلا لحضرتك وتواصلك معنا في الاستوديو وهذه الإثراءات. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.